صحيح. فنروح بقى من الفقرة دي نروح للطقس ودرجات الحرارة مع حضراتكم زي ما متعودين، ونبدأ بمحافظة القاهرة. النهاردة واضح في انخفاض في درجات الحرارة، القاهرة النهاردة 35-23، اسكندرية 29-23، مرسى مطروح 27-21، والغردقة 38-27. نروح لشرم الشيخ 36-28، اسماعيليه 36-23، بورسعيد 28-24، السويس 36-24. نروح للصعيد المنيا 35-24، سوهاج 37-26، الاقصر 42-26، اسوان 43-28، اعلى درجه بتسجلها اسوان على مستوى الجمهوريه. وبنرجع مره ثانيه نشوف ال 40 نهاوند في محافظات الصعيد، يعني من يومين ثلاثه ما كناش بنشوف فوق ال 40 في محافظات الصعيد. نروح بقى للعريش 32-18، نخل 32-16، طابه 33-20، والتور 32-24. نروح لكاترين 30-15، مرسى علم 37-26، شلاتين 40-26، حلايب 36-27. برضو شلاتين اول مره نشوف درجه حراره كده، بقى لنا فتره فيها يعني 40، اعتقد في ارتفاع ملحوظ هنا. صحيح. لو رحنا الدلتا مره ثانيه، وسط الدلتا 34-23، دمياط 28-24، بلطيم 28-23، الفيوم 35-24. بشكل عام يعني درجات الحرارة منخفضة شوية مقارنة بالأيام اللي فاتت. صحيح. احنا شفنا اليومين اللي فاتوا أنا هواند درجة حرارة كانت صعبة جدا وقوية جدا، وامبارح كمان امبارح حسينا بده جدا، اللي كان عنده أي مشوار أو راح شغل أو غيره، لا كان حرارة مرتفعة جدا في القاهرة. فالأقصاد الجوية بتقول لنا اليومين الجايين هيحصل نوعا ما انخفاض في درجات الحرارة. مسهل.